هنروح الاول لزميلنا العزيز فاروق صلاح ملعب مباراه ومعاه لاعب نادي الاهلي محمد شكري. بنرحب بيك يا فاروق. من جديد بجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام، وعقب نهايه لقاء الاهلي والترسانه في دور 16 وفوز النادي الاهلي على الترسانه بهدفين مقابل هدف وصعود النادي الاهلي لملاقات فريق سماد ابو قير في دور الثمانيه. يسعدني ان يكون معي في هذه الاثناء احد ابناء النادي الاهلي ونتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي محمد شكري. محمد ببارك لك النهارده على الفوز، ببارك لك على اول مشاركه رسميه ليك مع النادي الاهلي. حبيبي فاروق الله يبارك فيك، طبعا تحياتي للكباتن اللي في الاستوديو. الحمد لله اول مشاركه ليا، طبعا لحظه بحلم بيها من ساعه ما دخلت النادي الاهلي، والحمد لله انا يعني ظهرت بمستوى كويس مع اني لعبت هاف يعني الحمد لله يعني، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. محمد شفت الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل ما تنزل بيدي لك بعض التعليمات، قول لي ابرز الامور اللي قالها لك الكابتن سيد، ويعني هو بيشيل من عنكم الضغط سواء انت او فخري او شوبير. طبعا الكابتن سيد يعني هو عرفنا انا من زمان، كنت اول ما بدات اصلا كره في الاكاديميه كان الكابتن سيد اللي ماسكني، فهو عرفني يعني، فقال لي العب لعبك الطبيعي العادي وان شاء الله انا واثق فيك ان انت هتبقى كويس ان شاء الله، بس عايزين كان بيديني بس الثقه يعني في الماتش، والحمد لله يعني هو قدر يديها لي والحمد لله يعني كنت كويس الحمد لله. وانت قاعد بتتفرج على المباراه من على الدكه بيبقى وضع تاني، اول لمسه واول مباراه اكيد بتبقى فيه ضغوط كتير جدا بتبقى مستنيها في هذا اللقاء. طبعا انت اول ماتش الناس كلها مستنياك عايزه تشوف مين هو، يعني محمد شكري هل هو كويس، هل النادي كله يعني بيتكلم عنك بشكل كويس، فطبعا انت نازل فلازم تثبت ان انت كويس وانت بتلعب في النادي الاهلي، يعني لازم تظهر بشكل كويس يعني ما فيش حاجه اسمها وحش، فالحمد لله يعني الواحد قدر على قد ما يقدر ان هو يظهر بشكل كويس والحمد لله. فاروق محمد بشكرك وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه، ان شاء الله تفوز مع النادي الاهلي بكاس مصر زي ما فزت بالدوري. حبيبي ان شاء الله كاس مصر وافريقيا. ايوه كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع محمد شكري لاعب النادي الاهلي مواليد 99 اللي تم تصعيده مؤخرا للفريق الاول. النهارده بنقول له اول مشاركه رسميه مبروك لمحمد شكري، مبروك لمصطفى شوبير وكان سبقهم في المشاركه سواء عربي بدر او محمد فخري. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، وتغطيه لمباراه الاهلي والترسانه وفوز النادي الاهلي على الترسانه بهدفين مقابل هدف. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي.